بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. پروردگارا عزت و ذلت دست توست، ما را در این دنیا ذلیل مگردان ای غفار الذنوب و ای ستار العيوب. يوما تحل به عقد المكاره ويوما يفتأ به حد الشدائد ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. اللهم فصل على محمد وآله وعجل فرجهم وفرجنا بهم أي خالق أي رازق أي خدای من بمقربان درگاهت قسم فرج ولی از حجت ابن الحسن امام زمان را بر ما نزدیک بگردون. اللهم اوجدنا حلاوة العافية و اذقنا برد السلامة إنك المتفضل بالإحسان المتطول بالامتنان الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.